مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بالملاحة البحرية. أبرز ما يميز الوضع الجوي لهذا اليوم هو تواجد منخفض للضغط الجوي 1008 أكتوباسكال على شمال تونس، يساهم في تسيير رياح قوية إلى قوية نسبيا على مناطقنا. هذا الصباح كنت السماء عامة مغشاة بسحب كثيفة خاصة بشمال تونس، وطقس مغيم جزئيا ببقية المجالات، كما استجلنا نزل بعض الأمطار المتفرقة خاصة بشمال تونس. التوقعات الجوية الصالحة لما بعد الظهر بالنسبة لحالة الطقس، أمطار متفرقة تكون مؤقتة رعدية بشمال تونس محليا بشرق تونس، وطقس مغيم بالنسبة لخليج قابس. اتجاه ريح بشمال تونس، تهب الريح شرقية شمالية شرقية في البداية بين 25-30، ثم تتقلص تدريجيا لتصل بين 15-25. البحر نسبيا شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بشرق تونس تهب الريح في البداية جنوبية غربية، ثم تتنقل إلى شرقية شمالية شرقية بين 15-25، والبحر عامة يكون مضطربا. أما بخليج قابس فتهب الريح جنوبية غربية بين 15-25 عقدة، والبحر شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب. بالنسبة للرؤية تمتد من 1 إلى 6 أميال في أغلب مجالاتنا البحرية. هذه الليلة سحب أحيانا كثيفة بأغلب المجالات البحرية بشمال تونس، تهب الريح شمالية شرقية ثم تتنقل إلى غربية بين 15-25، والبحر نسبيا شديد الاضطراب فمضطرب. بالنسبة لشرق تونس، تهب الريح شمالية غربية بين 15-20 عقدة، والبحر يتواصل مضطرب. أما بخليج قابس فتهب الريح شمالية غربية بين 10-20 عقدة، والبحر يكون مضطرب ثم يصبح تدريجيا قليل الاضطراب خاصة آخر الليل. أما رؤية فتتقلص من 6 إلى 1 ميل بأغلب مجالاتنا البحرية. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة بأغلب المجالات البحرية. بالنسبة للريح تهب من القطاع الغربي بشمال تونس، تكون بين 20-25 وتصل مؤقتا 30 عقدة، والبحر يكون مضطرب فمتموج. أما رؤية فتمتد من 1 إلى 7 أميال. بالنسبة لشرق تونس، تهب الريح في البداية من القطاع الشمالي ثم تتنقل إلى القطاع الغربي في البداية بين 10-15، ثم تتقوى تدريجيا لتصل آخر الليل 20-25 عقدة، والبحر في البداية قليل الاضطراب يصبح تدريجيا مضطربا خاصة آخر الليل. بالنسبة لمنطقتي الشابة وجربة إلى غاية جرجيس، تهب الريح في البداية من القطاع الشمالية شمالية فشمالية شرقية، ثم تتنقل إلى شمالية غربية بين 10-15 عقدة، وتتقوى تدريجيا لتصل أثناء الليل 20-25، والبحر يكون في البداية قليل الاضطراب يصبح مضطربا آخر الليل. أما رؤية فتمتد من 1 إلى 7 أميال. نمر الآن لحركتي المد والجزر بمقياس فاقس 34 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و30 دقيقة ومتر و69 سنتيمتر متوقعة في تمام الساعة 3 صباحا و33 دقيقة. بميناء قابس 59 سنتيمتر في الساعة 9 ليلا و39 دقيقة ومترا 11 سنتيمتر في تمام الساعة 3 صباحا و47 دقيقة. أما بميناء جرجيس 21 سنتيمتر في تمام الساعة 10 ليلا و6 دقائق و98 سنتيمتر في تمام الساعة 3 صباحا و36 دقيقة. في الختام ولمزيد المعلومات والإرشادات، يمكنكم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي عن طريق العناوين الظاهرة أمامكم على الشاشة. نشكركم على حسن المتابعة والانتباه. إلى اللقاء.